أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي الشروط لطالب العلم الذي سلك طريق العلم ويريد التوفيق؟ عليه أنه يختار العالم الذي يقرأ عليه الكتب ويشرحها له، يختار مدرسا أو يشارك في جلوس الطلاب مع المدرس في المسجد أو في غيره، يعني من أمكنة العلم كالمدارس والجامعات. فالعلم يطلب سواء في المساجد أو في دور العلم من المدارس والمعاهد والجامعات. فالعلم يؤخذ عن العلماء المعروفين به، العلماء المعروفين به، ولا يؤخذ عن كل أحد، ولا يعلم عنه، ولا يعرف معتقده، ولا يعرف بالعلم، إنما يؤخذ مما يوثق بعلمه وبدينه وعقيدته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.